بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله لكم الأجر بأربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى بدءا أن يتقبل من الزائرين هذه الزيارة، وأن يرفع عنا البلاء، وأن يحفظ الزائرين من جميع الأوباء والأدواء بمحمد وآله. حقيقة هذا المشروع المبارك مشروع التبليغي الذي يركز بالدرجة الأساس على حاجة الزائرين بالخصوص في هذه الزيارة المباركة، احتياجات الزائرين بالأخص بما يتعلق بالجوانب الدينية والاجتماعية. تعلمون أن هذا الموسم المبارك، الموسم التبليغي، يتصل الأخوة بجميع أطياف الناس ومن جميع المحافظات، والمسيرة تستدعي الاهتمام، ألا وهي مسيرة الراجلة لسيد الشهداء عليه السلام. كثير من الأخوة الزائرين يغتنمون هذا الموسم لمراجعة أنفسهم، التفكر طويلا، قضاء الوقت وهو يتوجه صوب سيد الشهداء عليه السلام، وبالنتيجة يحتاج أن تلبى بعض أسئلته، خصوصا عندما يرى هذا الجو الروحاني فتقفز في ذهنه مجموعة من الأسئلة، أو قد لا يتمكن لنتيجة بعض انشغالاته في أيام السنة، لا يتمكن من أن يعني يتوجه بالأسئلة التي تهمه. وطبعا هي ليست أسئلة مختصة فقط في الجانب العبادي، نقول قد قضية اجتماعية ودينية في المعاملات وفي بعض الأسئلة العقائد والأمور المعاملية، الأمور الحياتية، علاقته بالأسرة، علاقته بالأصدقاء. فجزء من الاحتياج هو أن يقف على بعض هذه الأسئلة، وهناك محطات للحوزة المباركة في النجف الأشرف مبثوثة على طول هذا الطريق، ويتصدى الأخوة الفضلاء للإجابة على أسئلة كثير من الأخوة. وأيضا هذه فيها جانب آخر إيجابي، ألا وهو إدامة العلاقة الطيبة تكون ما بين الزائرين وبعض الفضلاء، لأن هناك بعض الأسئلة قد تحتاج إلى وقت الإجابة، أو تحتاج إلى مراجعة دقيقة، أو بعض الأسئلة يكون طرفها غير واحد، طرف موجود وطرف الآخر غير موجود، وهذه كلها تديم العلاقة الطيبة ما بين يعني الطلبة الأفاضل وما بين الزائرين حتى ما بعد الزيارة. وحقيقة لمست آثار هذا المشروع المبارك خلال هذه الفترة السنين الطويلة التي يعني كان الأخوة يمارسونها. طبعا هذا الموسم، موسم زيارة الأربعين، حقيقة هو موسم يعني ضروري جدا أن تؤرخ لهذه المناسبات، وكيفية إصرار المؤمنين على المواصلة لهذه المسيرة. تعرفون أن مسيرة الأربعين قد حوربت كثيرا، والناس كانت تسلك مسالك شتى، طرق متعيّنة في سبيل أن تصل إلى سيد الشهداء. الإمام الحسين عليه السلام جذوته لا تنطفئ في نفوس المؤمنين، والمؤمنون يحرصون في كل سنة على أن يجددوا عهدا مع سيد الشهداء عليه السلام. وأنا ذكرت في أكثر من مناسبة ولا بس بالإشارة، الآن بحمد الله تعالى الناس يعني تأتي إلى هذا الطريق، وجميع الخدمات متوفرة، يعني الخدمات الصحية والخدمات اليومية والغذاء والمنام، إضافة إلى خدمات التبليغ الديني. في العهد السابق القضية لم تكن هكذا، بالعكس كانت هناك صعوبة شديدة، وهناك مطاردة لهؤلاء الأخوة الذين يسلكون الطرق. في سنة من السنين يعني أنا شاهدتها بنفسي، يعني وأبين بعض يعني شواهد التاريخ، كان بعض الجهات التي تمنع الوصول إلى زيارة الحسين عليه السلام لأكثر من سبب لا أدخل بالتفاصيل. الله تعالى كان يهيئ بعض الأولاد على الطرق الزراعية، وهؤلاء الأولاد الحمد لله الآن هم شباب وكبروا، كانوا يرسمون على
الطريق يرسمون علامة الخطر يعني الجمجمة والعظمين، ويؤشرون في سهم أن هذا فيه خطر، بمعنى أن هناك جهة تترصد المشاة، ويرسمون طريق آخر في السهم على أن هذا الطريق آمن. وهم أطفال يعني 5 سنوات 10 سنوات 9 سنوات. طبعا هؤلاء الأطفال جزاهم الله خير، قطعا هناك من كان يوجههم من أهاليهم الكرام تسهيلا لمهمة الزائر حتى يصل إلى هدفه وهو الحسين عليه السلام. نحن هدفنا سيد الشهداء عليه السلام. الأمة التي ليس فيها حسين أمة تكون ناقصة المعنويات، الأمة التي يكون فيها الحسين عليه السلام هي أمة كاملة المعنويات. نحن في كل عام الإمام الحسين عليه السلام يرجعنا إلى صف الإيمان والهداية، وكلما أصابنا نوع من الهم ومن الغم ومن الضيق ومن حالة احتباس النفس تجد الراحة عند سيد الشهداء عليه السلام. وليس هذا بمستبعد عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وآله على أن الحسين مصباح الهدى، وحقيقة الحسين مصباح الهدى، وهذا المصباح وقت الظلمات يعني نستظهر به أكثر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا بركات سيد الشهداء، وأن يحفظ هؤلاء الأخوة الزائرين الذين يتقيدون بالتعليمات الصحية، وإن شاء الله تعالى هم أهل إلى أنه يحافظوا على أنفسهم ويؤدوا شعائرهم. نسأل الله تعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، ونتشفع إلى الله تعالى بسيد الشهداء عليه السلام أن يرينا الفرج عاجلا، وأن ترجع الناس إلى حياتها الطبيعية بأقل خسائر إن شاء الله تعالى، وأن لا نرى في الجميع إلا خيرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.